يعني على الأقل أنا عم بقول من هون هذا نحن بنعتبره تمادي غير مقبول، وهو بخرب التوازن بالبلد، وهو نتيجة سياسة طويلة أوصلتنا لهون. ولكن الحقيقة هذا التمادي ما رح نقبل فيه، لا يستمر ولا بأي شكل من الأشكال. في تمادي أيضا بالسكوت عنه وبخلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية. أنا بعرف أنه عيد الأضحى مرة بالسنة، مش كل السنة عيد الأضحى، كل يوم في عيد أضحى. يعني بالنتيجة الحق مش بس عليه، ولازم توقف هذا الانهيار اللي عم نشوفه بمسألة التوازن الصلاحيات. رئاسة الحكومة هي مركز توزيع للسلطات، رئاسة الحكومة مش مجلس إدارة الخلافات ولا بتتبع. يعني هذه مسألة لابد من حسمها من قبل المعنيين فيها، ووقف هذا التمادي بشكل أو بآخر.